السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة الثانية من برنامج في المنتصف. ذكرت مصادر عسكرية اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية للجيش السوداني أسقطت 3 مسيرات انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع كانت تستهدف قاعدة كنان الجوية بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بعد إسقاط المسيرات الانتحارية. وفي الفاشر عاصمة شمال دارفور غرب السودان قصفت قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة صباح اليوم الأحياء الغربية للمدينة ومحيط قيادة الفرقة السادسة مشاة تابعة للجيش الذي رد بقصف مدفعي لمواقع الدعم السريع شرقي المدينة. وكانت الفاشر شهدت أمس قتالا بين الطرفين وصف بالأعنف وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب المسؤولين بحكومة ولاية شمال دارفور. وكشفت بالفاشر عن دمار كبير تعرضت له منازل المواطنين والمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى والأسواق خصوصا السوق الكبير وسط المدينة وسوق المواشي، ذلك بسبب حدة القتال المستمر بين الجيش والقوات المتحالفة معه من جهة وبين ميليشيا دعم السريع من جهة أخرى. كما كشفت الجولة تعرض مركز لغسل الكلى ومقر المجلس القومي للأدوية والسموم وعدد من محطات المياه والكهرباء بالأحياء للقصف المباشر ولحق بها الدمار المتفاوت بين التام والجزئي. مشاهدينا الكرام، حول تطورات المشهد في السودان أرحب بضيفي العزيزين بالسيد فيصل الباقر الصحفي السوداني. تحية لك سيد فيصل. مرحبا، أهلا بكم. أهلا بك، وأرحب كذلك بالسيد هاشم الشريف صالح المحلل السياسي السوداني. تحية لك سيد صالح. والبداية معك سيد صالح فيما يتعلق بهذه التطورات العسكرية خاصة ما يتعلق بولاية النيل الأبيض وإسقاط الجيش لمسيرات انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع، كيف تقيم الموقف اليوم؟ نعم سيد هاشم، هل تسمعني؟ نعم ربما نعم اسمعك جيدا اخي. نعم، تقييمك سيد هاشم للموقف اليوم بعد صد الجيش او الدفاعات الجويه التابعه للجيش السوداني لمسيرات الدعم السريع في ولايه النيل الابيض. طيب اهلا ومرحبا بكم الساده المشاهدين وشكرا لهذه الاستضافه هذه القناه العامره. نسأل الله أن نكون إضافة حقيقية للسادة المشاهدين وإضافة حقيقية لما يستفيد منه إنسان السودان في هذه الاستضافة. أشكرك. فيما يخص مسرح العمليات العسكرية في السودان، هنالك 3 محاور ممكن تكون نشطة في هذه الأيام، هي ولاية الفاشر شمال دارفور وولاية النيل الأبيض ومحور سنان. فيما تفضلت به يا اخي العزيز، هذه هي الحرب، يعني يكون هنالك فيها التدوين المدفعي وهنالك ايضا القصف من جهه الطيران من القوات المسلحه وايضا استخدام الدعم السريع للمسيرات. كما تعلمون انه الدعم السريع لا يمتلك طيران حربي، وهو فقط يستخدم المسيرات لكي يستهدف بها بعض مواقع القوات المسلحه. نحن نرى انه الدعم السريع استطاع في هذه الحرب ان يبسط سيطرته في مناطق واسعه في العاصمه القوميه الخرطوم وفي ولايات دارفور وفي ولايه سنار وفي ولايه الجزيره وفي ايضا في وسط الوسط السودان في ولاية النيل الأبيض، يسيطر على مناطق واسعة فيها. فبالتالي متوقع أنه تكون هذه المناطق التي ذكرتها في بداية حديثي أن تكون فيها عمليات تصدق عملية التفاوض التي نتوقع أن تقام في 14 أغسطس في جنيف.